مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة اليوم من برنامج السلطة الرابعة، وفيها تتابعون: يمن مونيتور يتساءل كيف علق اليمنيون على مبادرة الحوثيين الأخيرة حول تعز، وشرق الأوسط تكتب فتح معبر رفح بين الإصرار المصري والتعنت الإسرائيلي، أما القدس العربي تقول إن غزة عطشة والمجازر طالت 371 عائلة. مرحبا بكم من جديد. قال موقع يمن شباب نت إن الحكومة اليمنية أكدت أن ميليشيا الحوثية المدعومة من إيران لم تقدم للقضية سوى الشعارات الفارغة، في حين تستغل الأحداث المتعلقة بها كما هو الحال الآن في غزة في جمع التبرعات وتحشيد المقاتلين وتسخير ذلك لإطالة أمد الصراع في البلاد وقتل اليمنيين. وقال وزير الإعلام معمر الإرياني إن محاولات ميليشيا الحوثي منذ نشأتها مرورا بانقلابها على الدولة وتوظيف التطورات في قطاع غزة للتجيش وحشد المقاتلين وتجنيد الأطفال وجمع التبرعات وتوظيفها في إدامة الأزمة والانقلاب وقتل اليمنيين استغلال ومتاجرة رخيصة من ميليشيا الحوثية الإرهابية لم تقدم شيئا للقضية سوى الشعارات الفارغة. وأشار الوزير إلى أن موقف اليمن قيادة وحكومة وشعبا كان ولا زال وسيظل مع القضية الفلسطينية ودعم نضال الشعب الفلسطيني لتحقيق تطلعاته المشروعة في استعادة أرضه وإعلان دولته الحرة والمستقلة وعاصمتها القدس الشريف، موضحا أن هذا الموقف الثابت والراسخ والمبدئي لم يتغير بتغير الرؤساء والحكومات وتقلب الأوضاع السياسية أو تقلب الأوضاع السياسية، كما أنه لا يقبل المزايدة والانتقاص والتشكيك. وأشاد الإرياني بالموقفين السعودي والمصري من القضية الفلسطينية وعملهما لوقف إراقة الدم الفلسطيني وإنهاء الحصار عن المدنيين في قطاع غزة والوقوف كحائط صد أمام سياسات التهجير ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية. انتقد مواقف إيران وأذرعها في المنطقة التي وصفها بالشعارات والتهديدات والعنتريات الفارغة، والتي قال إنها مجرد غطاء لتجيش المقاتلين وجمع الأموال واستخدامها كأدوات لتنفيذ سياساتها التوسعية ونشر الفوضى والإرهاب في المنطقة العربية واستهداف الأنظمة العربية والأمن القومي العربي. قال موقع يمن مونيتور في تقريره الخاص إن نشطاء يمنيون سخروا من مبادرة أطلقها جماعة الحوثي المسلحة بشأن تعز. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها رئيس المجلس السياسي الأعلى بالجماعة مهدي المشاط: أتقدم بمبادرة تنهي كل الجهات العسكرية من جميع الأطراف بمحافظة تعز بما يسهم في استقرار المحافظة. وأفاد أن المبادرة تتضمن وقف كافة الجبهات العسكرية في تعز وتحييد المحافظة وإدارتها بشكل مشترك من الطرفين دون مزيد من التفاصيل. وعلق ناشط الحقوقي ماهر العباسي على مبادرة الحوثي قائلا: ما يقوله القيادي في جماعة الحوثي مهدي المشاط اليوم إن جماعته تريد إنشاء معاناة أو إنهاء معاناة أبناء محافظة تعز هو مجرد خطابات إعلامية تفتقد المصداقية، ويرى الصحفي عبد السلام القيسي أن الحوثي يريد أن يستثمر معاناة أبناء تعز ويطلب الشراكة في الحكم على شرط فتح الطرقات، ولم يحدث أن جماعة الحوثي حولت الطريق وهو الحق الطبيعي لمجال ابتزاز كما يفعل الحوثي. من جانبه علق سفير اليمن لدى المغرب عز الدين الأصبحي قائلا: ميليشيا الحوثي تشدد حصارها على تعز وتقطع الطرقات بين المحافظات اليمنية، ويزايد قادتها بأنهم سينصرون فلسطين ويطالبون بفتح دول العالم لهم للذهاب إلى غزة، وتلك أبشع المزايدات في التاريخ. وعلق الناشط أحمد باشا: الحوثيون يعلنون عن مبادرة تتضمن إنهاء جميع الجبهات العسكرية من جميع الأطراف في تعز وتشكيل إدارة مشتركة للمحافظة. وأضاف باشا: بالمختصر يريدون تسليم ما تبقى من المدينة لهم، وما لم يستطيعوا أخذه بالقوة سيأخذونه بالتحايل كعادتهم.
أما في الشأن الفلسطيني، كتبت صحيفة شرق الأوسط تقريرا تقول فيه إن ساعات من الارتكاب أو الارتباك والترقب عاشها معبر رفح على جانبيه المصري والفلسطيني في انتظار إطلاق الحركة من مصر إلى قطاع غزة لإدخال مئات الشاحنات التي تحمل مساعدات إغاثية. وقالت الصحيفة إن مصر أبدت تمسكا لافتا بعدم السماح بخروج رعايا أجانب بينهم أمريكيون من قطاع غزة عبر معبر رفح، الممر البري الوحيد الذي لا تسيطر عليه إسرائيل مع القطاع. استاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي يرى أن دخول المساعدات إلى قطاع غزة يمثل إحراجا لحكومة بنيامين نتنياهو، مشيرا إلى أن حكومة الحرب في إسرائيل تسعى إلى إثبات وجودها وتأكيد قدرتها على الصمود في وجه الضغوط الأمريكية والمصرية للموافقة على فتح ممر إنساني. وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن مصر رهنت في وقت سابق موافقتها السماح بخروج رعايا أجانب بينهم أمريكيون بالموافقة على دخول مساعدة إنسانية إلى قطاع غزة، ورغم تأكيد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين عقب لقاء الرئيس المصري في القاهرة قبيل عودته إلى تل أبيب للمرة الثانية في غضون 5 أيام، بينما أشارت تقارير إعلامية وإسرائيلية لأن السلطات هناك تريد تفتيش جميع الشاحنات المتوجهة إلى غزة للتأكد من أنها لا تحمل أسلحة، وهو ما يعني تعطيل تدفق المساعدات الملحة إلى القطاع. قال الكاتب في جريدة الدستور الأردنية حماد فراعنة إن الذين يختلفون من الفلسطينيين مع حركة حماس لأي سبب ما، مع ذلك يجب الوقوف معها ومشاركتها العمل والإسناد مهما بلغ حجم التباين والاجتهاد أو الخلاف معها. وأوضح الكاتب في مقاله أن المستعمرة الإسرائيلية تعمل وفق أسلوب وسياسة الاستفراد بكل تنظيم فلسطيني وحده، فالعداء الإسرائيلي لا يستثني أحدا، ولكن لأسباب تكتيكية تعمل على تركيز هجوم على فصل معين دون غيره والاستفراد به تسهيلا لبرنامجها في تحقيق ما تريده من تصفية وإضعاف. وذكر الكاتب أنه منذ مبادرة يوم 7 من تشرين أول طوفان الأقصى، وإسرائيل تحاول تركيز هجماتها على مواقع وقيادات حركة حماس، وخلال السنوات السابقة وعبر 3 اتفاقات تهدئة وفرت المستعمرة الدعم لحركة حماس كي تواصل خيار الانقسام وتعزيز تفردها في إدارة قطاع غزة من خلال تمرير الدعم المالي والسماح ل 17,000 عامل بالدخول إلى مناطق 48 للعمل يوميا، وكذلك عدم تعريض قياداتها للاغتيال. وقال الكاتب في نهاية مقاله إن تركيز هجوم المستعمرة وحلفائها على حركة حماس تركيز مخادع، لأن الاستفراد الإسرائيلي لتصفية حركة حماس هو تركيز واستفراد مؤقت سيتلوه الهجوم على الفصائل الأخرى. ودعا الكاتب كافة الأطراف والفصائل الفلسطينية إلى تأجيل خلافاتها ومشاركة حماس تصديها لقوات الاحتلال، بل وفتح معركة في القدس والضفة الفلسطينية إن لم تكن بالعمل المسلح فعلى الأقل بالكفاح المدني الشعبي عبر الاحتجاجات والمظاهرات والتصدي لقوات الاحتلال والمستوطنين مشاركة تضامنية، لأن المعركة جوهرية ولها تداعيات سياسية مؤثرة على مجمل القضية الفلسطينية وعلى فصائل الحركة السياسية ومستقبلها بالإخفاق أو النجاح واختزال عوامل الزمن لتحقيق الانتصار بالحرية والاستقلال والعودة. قالت صحيفة القدس العربي إن القوات الإسرائيلية واصلت قصفها على غزة في ظل حربها على القطاع منذ 10 أيام عقب عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية ردا على جرائم الاحتلال وسط أزمة حادة في المياه. وبحسب الصحيفة فقد أعلنت وزارة الداخلية في غزة أن القطاع يعاني من أزمة حادة جدا في توفير مياه الشرب، حيث أضافت الاحتلال لم يضخ أي لتر من مياه الشرب إلى أي من محافظات القطاع لليوم 10 على التوالي، ما دفع المواطنين إلى شرب مياه غير صالحة محذرة من أزمة سياسية أو صحية خطيرة تهدد حياة المواطنين.
وحذرت وزارة الصحة من ظهور أوبئة خطيرة داخل القطاع بسبب تداعيات الحرب المستمرة منذ 7 أكتوبر 2023. وقال رامي العبادلة نائب مدير عام الرعاية الأولية للصحة العامة في الوزارة، قال في بيان إن نسبة تلوث المياه التي يستخدمها المواطنون في قطاع غزة عالية جدا، وقبل العدوان كانت معالجة المياه تتم قبل ضخها. وفي السياق ذاته حذر المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لمنطقة شرق المتوسط أحمد المنظري، حذر من تحول نقص المياه والكهرباء والوقود في قطاع غزة المحاصر إلى كارثة حقيقية خلال الساعات 24 المقبلة. وتعاني مستشفيات قطاع غزة من أوضاع كارثية، حيث يهرع الأطباء إلى مساعدة عدد متزايد من المرضى في المستشفيات المكتظة التي تعاني من نقص الأدوية والوقود بسبب الحصار. ومن بين هؤلاء المرضى أطفال أصيبوا في ضربات جوية، ويقول الأطباء إن الحالات الأكثر خطورة هي التي تحتاج عمليات جراحية نظرا لعدم كفاية الموارد. في الختام نترككم مع كاريكاتير اليوم، إلى اللقاء.